اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الاخباريه لمتابعه اخر تطورات العمليه العسكريه الروسيه والاوضاع في اوكرانيا وتاثيرها على الاوضاع السياسيه والاقتصاد في العالم البداية ستكون مع زميلتي أي لطفي أهلا بك أهلا شيماء وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام بداية التغطية حيث ذكرت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يجري مفاوضات بشأن عودة الأسمدة الروسية والبيلاروسية إلى الأسواق العالمية مقابل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية قالت المصادر لصحيفة وول ستريت جورنال أن غوتيريش طلب من موسكو عدم التدخل في خروج شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وفي المقابل بالمساعده في تخفيف العقوبات المفروضه على صادرات الاسمده من روسيا وبيلاروسيا قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سوليسكي أن بولندا ستخفف الضوابط الصحية وتزيد أعداد المفتشين في محاولة لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها بعد توقيع اتفاق بين البلدين المتجاورين، وأضاف وزير الزراعة الأوكراني أن الإجراءات المنتظرة ستسهل بدرجة كبيرة عبور شحنات من الحبوب الحدود. وتزيد كمياتها هذا وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أقل من النصف في الأيام العشرة الأولى من مايو إلى نحو 300 ألف طن من 667 ألف طن في الفترة المقابلة من العام الماضي ذكرت وكالة بلومبرج أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كشفت عن مدى هشاشة قطاع الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، ولكن السوق البريطانية تبدو خطرة بشكل متزايد بالنسبة للموردين والمستهلكين لأسباب داخلية بشكل أكثر، كما أضافت أن المرافق العامة في بريطانيا تواجه مأزقا بسبب فواتير مستحقة بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. حذر رئيس بنك انجلترا اندرو بيلي من توقعات مخيفه بزياده اسعار الطاقه والغذاء العالمي بسبب العمليه العسكريه في اوكرانيا مشيرا الى ان معدل التضخم القياسي في البلاد ارتفع لاسباب خارجيه كما اضاف بيلي ان الوضع يزداد سوءا ليس فقط في بريطانيا ولكن ايضا في عده دول وذكرت جريدة فاينانشال تايمز البريطانية أن محافظ بنك إنجلترا أندرو بالي قال أنه غير قادر على وقف التضخم في بريطانيا عند 10% مضيفا أن محافظ بنك إنجلترا أقر أن التضخم كان كبيرا للغاية وألقى باللوم على الصدمات الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا وقد أصر بالي على أن بنك إنجلترا سيزيد معدلات الفائدة بدرجة كافية للتأكد من انخفاض التضخم في المملكة المتحدة أوضحت وكالة بلومبرغ أن الأرقام الرسمية في بريطانيا أظهرت أن الضغط على مستويات المعيشة في المملكة المتحدة شد في مارس الماضي حيث انخفضت الاجور اكثر من معدل التضخم ونقلت الوكاله عن مكتب الاحصاء الوطني البريطاني قوله ان متوسط الارباح انخفض بنسبه 1.9% عن العام السابق ليصبح اكبر انخفاض منذ عام 2013 كما اضافت بلومبرج انه مع تجاوز معدل التضخم في بريطانيا بنسبه 10% بحلول نهايه العام ورفع الحكومه الضرائب سيواجه المستهلكون انخفاضا غير مسبوق في دخلهم في الوقت الذي يتوقع فيه بعض المحللين ان الضربه يمكن ان تدفع الاقتصاد البريطاني الى الركود وافقت المفوضيه الاوروبيه على خطه يونانيه بقيمه ملياري يورو تهدف الى توفير دعم استثماري لتحقيق انتعاش مستدام كما قالت نائبه الرئيس التنفيذي للمفوضيه ان هذه الخطه ستساعد اليونان على تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اسرع واكثر استدامه بما يتماشى مع خطه التعافي والمرونه اليونانيه. خفضت المفوضيه الاوروبيه توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقه اليورو للعام الجاري بمقدار 1.3 نقطه الى 2.7% كما زادت توقعاتها بشان التضخم المفوضيه الاوروبيه قالت ان العامل السلبي الاكثر اهميه هو ارتفاع اسعار الطاقه مع استمرار الأزمة الأوكرانية، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو للعام الجاري بمقدار واحد نقطة إلى 2.7 كما زادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1 المفوضية الأوروبية أكدت في بيان أن الاقتصاد الأوروبي يمر بفترة صعبة وقد تم مراجعة التوقعات نزولاً وفقاً لذلك حيث إن العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية وحذّرت المفوضية من أن هذه التوقعات يرافقها مستوى عالٍ من انعدام اليقين مرتبط بتطور النزاع وقد تسوء الأوضاع أكثر حيث إن سيناريوهات أخرى ممكنة مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى من التوقعات في الوقت نفسه تتوقع بروكسل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.3% في عام 2023 في كل من منطقه اليورو والاتحاد الاوروبي وتقدر ان التضخم سينخفض العام المقبل الى 2.7% و3.2% على التوالي وشهد الاقتصاد بمنطقة اليورو مسارًا متخبطًا خلال العامين الماضيين بعد تأثره بتداعيات جائحة كورونا في 2020، وشهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في العام نفسه اعلن مساعد وزير التجاره لتعزيز التصدير الامريكي ان بلاده تخطط لزياده العقوبات على الشركات التي تنتهك قواعد الحد من تصدير منتجات تهدد الامن القومي وذلك ضمن الجهود التي تركز مؤخرا على دول من بينها روسيا والصين كما اشار الى انه قد يتم فرض غرامات اضافيه الى الشركات التي تنتهك القواعد الشركات دون محاكمه للتاكد من ارتفاعها للدرجه الكافيه لمعاقبه منتهكي هذه القواعد وردع المخالفين. قالت مجله نيوز ويك ان الاداره الامريكيه التي وصفت في الصيف الماضي ارتفاع الاسعار في البلاد بانه ظاهره مؤقته. باتت من الواضح أنها تواجه تحديا كبيرا في معركتها ضد التضخم. أوضحت المجلة الأمريكية أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة نما في يونيو الماضي إلى 5,4% وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2008 مضيفة أنه في أبريل الماضي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 8.3% على أساس سنوي بينما رفع نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 75 من المئة وواحد لمحاربة التضخم في أوائل مايو الجاري في الوقت الذي قالت فيه وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انخفض في الربع الأول من العام بنسبة 1,4% على أساس سنوي لا تزال أزمة ونقص حليب الأطفال حديثي الولادة مستمرة في الولايات المتحدة بسبب اختلال سلاسل التوريد العالمية وبحسب صحيفة يو أس أي دي فإنه من المقرر أن تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ببيع حليب الأطفال الأجنبي في الولايات المتحدة على أمل أن يكون الحل السحري لإنهاء الأزمة ويقدر نقص حليب الأطفال بنسبة 40 إلى 50% وبدأت متاجر البيع بالتجزئة الكبيرة في تقنين المبيعات في يد واحدة ومن جانبها قالت جريدة وول ستريت جورنال أن متاجر التوفير ليست في مأمن من ارتفاع الأسعار موضحة أنه مع ارتفاع تضخم في الولايات المتحدة إلى أكثر من 8% شعرت متاجر التوفير ايضا بالتاثير فيما ابلغ المستهلكون عن ارتفاع الاسعار في متاجر التوفير الامريكيه المحليه. كما اشارت الجريده الامريكيه الى احد التقارير الذي اكدت ان سوق الملابس المستعمله بلغ 36 مليار دولار في عام 2021 وهو في طريقه للوصول الى 77 مليار دولار بحلول عام 2025. أظهرت توقعات تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بنسبة 35% عن العام الماضي، في الوقت نفسه حذرت مجموعة السبع من أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد البلدان الفقيرة. أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة أزمات عالمية تراكمت جراء وباء كورونا، أظهرتها توقعات تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني. بنسبة 35% عن العام الماضي الصحيفة أكدت أن إنتاج القمح العالمي انخفض لأول مرة منذ أربع سنوات خلال الموسم التسويقي الحالي بمقدار أربعة ملايين وخمسمائة ألف طن هذا العام إلى سبعمائة وأربعين وسبعين مليون وثمانمائة ألف طن بسبب ضعف المحاصيل في اوكرانيا واستراليا ياتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من تفجر اضطرابات اجتماعيه واحتجاجات بسبب ازمه غذائيه ترتسم معالمها يوما تلو الاخر وسط تعقل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية صحيفة فاينانشال تايمز لفتت أيضا إلى أن قرار الحكومة الهندية بحظر صادرة القمح بأثر فوري سيكون له تبعات إضافية على أسعار القمح عالميا حيث تصدر الهند نحو عشرة ملايين طن سنويا من جانبه أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أزمة أوكرانيا أظهرت هشاشة النظم الزراعية وأن عواقبها وخيمة على الأمن الغذائي في الوقت نفسه حذرت مجموعة السبع من أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد البلدان الفقيرة مشددة على أن هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لتحرير مخزونات الحبوب التي تحول روسيا دون مغادرتها أوكرانيا ويرى المحللون ان المفتاح لممارسه مزيد من الضغط على روسيا يكمن في الحظر او التخلص التدريجي من شراء النفط الروسي مع توقع ان تتوصل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل الى اتفاق بشان هذه القضيه وافق مجلس الوزراء الياباني على ميزانية إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين أو ما يعادل 21 مليار دولار للعام المالي الحالي بهدف تخفيف تداعيات ارتفاع اسعار الطاقه والغذاء وغيرها من السلع الناتجه عن العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا وقالت الحكومه انها اضطرت للسحب من الاموال الاحتياطيه التي لا تحتاج الى موافقه البرلمان بهدف التعامل بسرعه مع ازمه ارتفاع الاسعار لافته الى انها تنتظر موافقه البرلمان على الميزانيه التكميليه التي سيتم استخدامها لتمويل برنامج المساعدات الذي تم إقراره في أواخر الشهر الماضي بقيمة 6.2 تريليون اعلن رئيس وزراء سريلانكا نفذ البترول في البلاد لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمن الواردات وفي خطاب للامه حذر رئيس الوزراء السريلانكي من ان بلاده التي اعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجيه قد تواجه المزيد من الصعوبات في الاشهر القادمه انخفضت اسعار النفط في مع مقاومه المجر لمسعى في الاتجاه الاوروبي يهدف لحظر واردات النفط الروسية في خطوة قد تؤدي لتراجع الإمدادات العالمية فضلا عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود في الأونة الأخيرة وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 22 سنتا أو 2 من 10 بالمئة. ونزلت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 3 من 10 بالمئة. هذا وكشفت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن المخزونات في احتياطي النفط الاستراتيجي انخفضت 538 مليون برميل وهو ادنى مستوى منذ عام 1987. أظهرت بيانات تتبع حركة الناقلات أن روسيا أصبحت رابع أكبر مورد للنفط للهند في أبريل، من المقرر أن ترتفع الأحجام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة حيث حفزت الاسعار المنخفضه الطلب من ثالث اكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم كما ارتفعت حصه روسيا من مشتريات الهند من النفط الى مستوى قياسي بلغ 6% او نحو 277 الف برميل يوميا في ابريل لم يطرأ تغير يذكر على اسعار الذهب اليوم الثلاثاء اذ دعم انخفاض الدولار الطلب على المعدن النفيس وفاق تاثير هذا التراجع زياده العائد على سندات الخزانه وزاد الذهب في المعاملات الفوريه في احدث معاملاته واحد من عشره بالمئه وارتفعت العقود الامريكيه الاجله للذهب سته من عشره بالمئه واستقر مؤشر الدولار بعد تراجعه عن اعلى مستوى في قرابه عشرين عاما امس الاثنين لكن العائد على سندات الخزانه الامريكيه لاجل عشره اعوام زاد الامر الذي حد من الطلب على الذهب الذي لا يعطي فائده هذا وأضافت الأزمة الروسية الأوكرانية أعباء كبيرة على اقتصادات العالم إذ يتوقع الخبراء استمرار صعود التضخم وتراجع النمو فضلا عن زيادة تكاليف المعيشة المزيد في هذا العرض مع الزميل همام جاهد أهلا بحضراتكم تتواصل المؤشرات السلبية وتوقعات الخبراء عن استمرار صعود التضخم وتراجع النمو في إضافة أعباء كبيرة على تكاليف المعيشة كما تدفع تلك الاوضاع الافراد والشركات الى اجراءات تحوطيه تضع الحكومات والبنوك المركزيه بين راحة التضخم وسندان الركود. الشتاء القادم في اوروبا قد يكون الاصعب منذ سنوات وذلك ليس فقط بسبب ازمه الطاقه المتوقعه بسبب الازمه الاوكرانيه، لكن ايضا لان معدل التضخم في طريقه ليتجاوز 6% بنهايه هذا العام كما تقول فاينانشال تايمز. كما سيتراجع النمو من 4% كحد مستهدف الى 2.7 فقط، مما سيضطر البنك المركزي الاوروبي لرفع سعر الفائده في شهر يوليو المقبل. كل اسره في المملكه المتحده ستتحمل هذا العام ما لا يقل عن 2900 دولار كزيادات في تكلفه المعيشه بسبب معدلات التضخم القياسيه التي تضرب البلاد، خاصه مع التوقعات بان تزداد تكلفه الطاقه في البلاد بنحو 75%، تلك الزيادات تدفع المستهلكين لتقليل الانفاق، مما يؤدي بالتبعيه الى ازدياد معدلات الركود، وهو ما يحاول بنك انجلترا مواجهته من خلال زياده حذره لاسعار الفائده. في هذا السياق تعد الهند صاحبه سادس اكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك فقد وصل التضخم فيها الان الى 8.33%، وهو المعدل الاكبر منذ شهر مايو. من عام 2014 هذا المعدل اضطر لجنة السياسة النقدية في في البنك الاحتياطي الهندي إلى عقد اجتماع طارئ قررت فيه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 40 نقطة أساس وهي الزيادة الأولى منذ أغسطس من عام 2018 في محاولة منه لكبح جماح التضخم المرشح بقوة للتصاعد مع تعطل سلاسل الإمداد المرتبطة بروسيا وأوكرانيا وفي ظل تباطؤ وشيك في نمو كوريا الجنوبيه ومعدل تضخم يلامس اعلى مستوياته في 13 عاما يتجه البنك المركزي بها الى رفع سعر الفائده بمقدار 50 نقطه اساس في اجتماعه بعد 10 ايام ويعد ذلك الرفع مخالفا لما اعتاد عليه البنك من ان يكون معدل التغير في سعر الفائده بمقدار 25 نقطه فقط. أما في البرازيل وهي صاحبة أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية والسادس في العالم ومع ذلك فقد قفز التضخم فيها إلى أعلى مستوى له منذ عقدين تقريبا وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الغذاء والوقود العالمية هذه الزيادة الكبيرة جعلت البنك المركزي يعكس سياسته في خفض الفائدة والتي كان يعتمد عليها قبل عامين ليرفع سعر الفائدة عشر مرات منذ مارس من عام 2021 مع ترقب للرفع الحادي عشر في الشهر المقبل. مشاهدينا الكرام كان هذا عرضا سريعا لاهم تطورات الازمه الاقتصاديه العالميه. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعه. بهذا العرض مشاهدينا الكرام نكون وصلنا الى ختام هذه التغطيه ونذكر حضراتكم انه لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشه امام حضراتكم الشكر موصول من الزميل شماء الكردي ومن نهايه لطفي لحضراتكم شكرا والى اللقاء